catch 'em all. السلام عليكم مزاد ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين بحوايج جيده. مرحبا بكم في لاشين ديال الشين ام لايك. الا كنتي جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. ومرحبا بكل واحد متابع قناه شين ام لايك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. كما كتشوفوا اليوم بغيت نقدم لكم هذا الكراتان ديال البطاطا ومع الكفته، يعني البطاطا مرفوسه مهمه مع البصله، كتكون البطاطا مرفوسه وكتكون الكفته مع البصله والعطريه، وهنا فرماج ربي كنديرو من فوق. مهم هاكم نتوما تشوفوا الوصفه، بقوا معايا حتى التالي، ما تزبيوش باش تشوفوا الوصفه ديالي. وكنشكر كل واحد راه دعمني في لاشين ديالي الشين ام لايك. يلا بقوا معايا حتى التالي البنات. كما كتشوفوا دابا انا غادي نديرو هنايا الماكله ديالنا ديال الغداء ديالنا، غادي نديرو الكراتان ديال الكفته. اول حاجه غندير هنا البصله، هنا البصله مطحونه، راني درت الزيت يعني حما، يعني ديجا انا كنت درت الزيت حمالي. غادي نخلطو هاد البصله هنايا مزيان مزيان مزيان، نخلطوها مزيان مزيان. وغادي نديرو عليها الكفته ديالنا، كل واحد يدير الكفته يعني المقدار ديال الاسره ديالو، الحاجه ديال المقدار ديال الاسره. غنديرو هكا، نخليو الكفته نديروها هكا مع البصله ديالنا. غادي نديرو العطريه، هاي هنايا دايره الملح، ابزار دايره ابزار احمر يعني فابريكا فابريكا، دايره كركيما، دايره زنجبيل، هادو هما العطريه كاع ديالي. غادي نديروهم هنا، غنديرو القزبر ها هو هنايا، نديرو شويه شويه، غادي نخليوه على حسب البطاطا اللي غادي نسلق البطاطا وغادي نرفسوها ونديروها يعني معها باش غادي نديرو الكراتان ديالنا. المهم نخلطو كلش هاد العناصر دابا مع بعضياتهم حتى يندمجو مع بعضياتهم، يتخلطو كاملين. البنات تشوفوا هذا هو المول اللي غادي ندير فيه البطاطا ديالي، ندير في هذا يعني كبير يعني ماشي صغير على حسب حنا الاسره يعني. هذا نديرو في الغداء ديالي، غادي نديره مع الفلفل، غادي ندير فلفل وندير شلاضه يعني. هذا هو اللي يكون الغداء ديالنا يعني غداء خفيف. دابا غادي نخليو هنايا الكفته ديالنا البنات طيب. هي هنايا هاد هادي الطنجره، غادي نديرو الماء يسخن يعني الماء يسخن باش نديرو فيها البطاطا باش نسلقوها. المهم هاكم نتوما معايا، ما يعني ما تزربيش، دائما بقاو معايا باش تكتشفوا كاع شنو غادي ندير للغدا ديالي، كيفاش غادي نقدم الغداء ديالي. بنات دابا هي هنايا الكفته ديالنا راها طابت، شوفوا البنات. دابا نزيد لها شويه ديال لاصوص ديال المطيشه هكا من الفوق، باش غادي من انا عندي حط في الكراتان يعني تطلق ديك لاصوص ديالها هكا. ما غاديش نكثروا كاع بزاف، غير شويه وصافي. صافي البنات ها هي دابا، غادي نخليوها هنايا حتى نديروها في الكراطة. البنات كما راه يبان لكم هنايا هو الماء ديالي طاب، غادي نحط البطاطا ديالي هاني هنا غسلتها وغادي نحطها هكا
حتى غادي تطيب ونقلعها، نحيد لها القشرة ديالها ونرفسها. راه الماء عندي راه غليان البنات. ها هو دابا غادي نخليه يطيب البطاطا، وهانتوما راكم معايا بنات. ها هي هنايا البطاطا ديالنا، غادي نرفسوها، غادي نديرو فيها زيت الزيتون، غنديرو زيت الزيتون بعدا. شوفوا البنات زيت الزيتون كتواتى مع البطاطا المحفوسه كتجي زوينه فيها. هنا عندي العطريه، راه ابزار، ابزار احمر، كركما، زنجبيل، الكمون، شويه الملح. هنا العطريه كامله اللي درناها في الكفته نديروها هنا. عندي هنايا القزبر ديالنا حتى هو نديروه، وغادي نخلطوا كلش العناصر. غادي نرفسوا هاد العناصر البطاطا مع هادشي كامل نرفسوهم، وغادي نزيد لها حتى شويه د الفرماج لابي البنات. خاصكم ترفسوها وهي سخونه باش تفس لكم مزيان. انا ما عنديش ديك اللي كيرفسوا بها البطاطا، ديك اللي كديرها ديك كتسهل لك الماموريه. هذه كنرفسي بالفرشيطه، شويه صعيبه بالفيس باش ترفسي بالفرشيطه. وكما علاش اللي ما عندوش شي هذيك نقدر غير في صيب الفرشيطة ماشي مشكل. غادي نديرو شويه فرماج رابي، غادي نكملو نفسها، نكملها. يعني الفروماج ربي اختياري البنات، ماشي اوبليجي ولا اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش ما يديرهش. ولكن من كدير كيزيد يعطي واحد لوكو زوين، مع اصلا هي صراحه كتجي قزاله هاد البطاطا، كتجي زوينه هنايا كغطا. خصوصا الكمون كيعطي لها عاوتاني البطاطا هكا رابي، الزيتون كتكون البنه ديالهم كتجي زوينه. تفسوها مزيان. المهم البنات دابا غادي ديالنا غادي ندهنوه بالزيت، نتمنى يكون يبان لكم. دهنوه مزيان بالزيت، راني درت حتى الفلفل اللي طيب البنات. العطار كان طافي لي التليفون، طفى لي التليفون. هاديك هي كنت دايره الفلفل اللي طيب، كنت باغيه نبين لكم، ولكن يعني عادي اي واحد يقدر يطيب الفلفل، حبيت نبين لكم كلشي. المهم هاني هنايا دهنتو بالزيت مزيان، غادي ندير التفريشه ديال البطاطا، غادي نهزوها وغادي نديرو التفريشه. هنا غادي تسقدوها، الا لقيتو بحال شي حاجه عاد بحال نقولوا ما مرفوساش مزيان، اترفسوها هكا بيديكم. من تكونوا تعدلو ترفسو بيديكم، وعارفين باليد عندي هنا باليد كيكون داكشي تتلمسي وتعرفي شنو راكي ديري. دابا غادي نديرو الكفته ديالنا، نحطوها ونسرحوها هنا مزيان. دروك البنات غادي نجيبو البطاطا ديالنا ونحطوها من فوق عاوتاني،
نزيدو نصلحوها من فوق، ديروا لها هكا باش تقدر تصلح معاكم باش يجي واضح داكشي. من فوق غادي ندير لها الفرماج رابي، حاولوا البطاطا تقيس كاع الجوانب البنات، حاولوا يعني تقيس لكم كاع الجوانب. كما تشوفوا البنات ملي نخدم انا نخدم دائما يعني كنفضل نخدم هكا بيدي باش نعرف واش راني ندير، لان ما تقدري تخدمي بلا بالفرش يعني بلا بالموس ولا بلا بالمعلقه ولا بالفرشيطه، يعني شي مرات ما تعرفيش شنو راكي ديري. المهم انا حاولت نقيس كاع الجوانب واخا ماشي كلش تقاس. المهم شوفوا البنات دابا غادي نديروا الفرماج رابي، انا غسل يديا باش ندير فرماج رابي. بنات ها هو دابا غادي ندير لنا الفرماج، يعني جربوا يعني صراحه هاد الكراطين كيجي بزاف بزاف صراحه كيجي زوين ولذيذ كيجي. انا اصلا هذا كنت في المغرب كانت ديرو الام ديالي، يعني ملي جيت هنايا ما استخنيتش عليه، بقيت دائما كنديره لان كيعجبني سكي، يعني يجي معلاك مع الفرماج والكفته وديك البطاطا كتجي زوين. المهم ها نتوما يعني جربوه باش تعرفوا عاد باش تعرفوا بنفسكم، يعني الا ما جربتوهاش ما غاديش تعرفوا، تجربوا الحاجه باش تكونوا عارفين. نتمنى هاد الكراتان البنات يكون عجبكم. مرة الواحد يبدل مع عوض ما يدير دائما في الغداء، يعني طاجين دائما مرقة دائما يبدل ويدير هكا شي كراتان ولا هكا. مرحبا بكم عندنا الغداء معنا. دابا غادي نجيب بابي كويسون نقطيه وندير بابي الومنيوم باش يطيب، من بعد غادي نقلع عليه بابي الومنيوم بابي كويسون نخليه يتحمر لي من الفوق. هو اصلا طايب غير باش يزيد يطلق ديك المرقه ديالو تحت كيجي زوين، يعني المهم راكم نتوما معنا. وزاتي كما كتشوفوا هذا هو اللي قدمته لكم ديال الكراتان ديال البطاطا والكفته، هنايا الفرماج راه فوق هكا. نتمنى هاد لا يكون عجبكم، يعني الكراتان يكون عجبكم، ونتمنى تجربوه البنات بجد، يعني كيجي رائع رائع رائع. يلا هاني مخرجه من الفران، عاد كي خرجته كما راه يبان لكم راه يعني عاد سخون. المهم نتمنى يكون عجبكم، ونتمنى ما تنساوش تدعموني في لاشين ديالي شين أمالك، ما تنساوش اللايك والاشتراك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم، وما تنساوش تبارطاجيو لاشين ديالي مع جميع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد، وتشجعوا قناه شين ام ملاك. وشكرا لكل واحد كيخلي لي كومونتير غزال كنقراه، كنقول دائما كنقرا لي كومونتير، ويعني كنشوف الاراء ديال الناس، ولكن نعتذر ماشي كلش الناس كنرد عليهم لان كيكون عندي بزاف ديال لي كومونتير كنرد على اللي كل مسال شي سؤال هو اللي كنقدر نرد عليه.
مهم. شكرا لكم مكملين هذا المنبر، كنقول لكم مشين ام لايك، بغيكم بزاف بزاف بزاف، وراكم في القلب. بيزو كبير لكم، يلا نخليكم بسلامة.